تحكي للمستقبل وداعش موجودة وغير داعش، تعمل على تهديم البنى التحتية وتفرق الشعب، فهاي الضربة هي النهاية، وجيشنا الباسل أبو المجربات. يا رب يا معز كل عزيز، انصر جيشنا على كل المجرمين والقتلة، واستر على العراق، وارحم كل الشهداء. يا رب يا عزيز يا كريم. تصفية الحساب مسامع تمثيلية، كتبها للإذاعة شوقي كريم حسن، ساعد في الإخراج أحمد عبد المحسن، مونتاج محمد صبيح. تصفية الحساب من إخراج حسن جاسم.